الخطوات من الأول، وعشان أنت تعرف الفروقات بين كل هاي الأشياء في المكتبة. عندنا الداتا سيت موجودة، أنا عندي في هذا المجلد، في مجلد الداتا سيت. هذا المجلد الأساسي تبع المشاريع اللي بتحط فيه، أنت بتقسمه، بتحط فيه النوت بوك، بتعمل مجلد للنوت بوك، بتحط فيه النوت بوكس، ومجلد للداتا سيت بتحط فيه الداتا سيت. هذا المسار أنت بدك تاخده عشان إنه الجيبتر يتعرف عليه مباشرة وتصير تتعامل معاه as relative path، ما تضطرش تكتب كل المسار كله بالكامل، فبدك إنه تعمل CD في الكوماند برومت لهذا المسار، فبنسخه زي هيك وبروح هنا بفتح الكوماند برومت تبعت الوين بايثون وبعمل CD لهذا المسار. تمام؟ طبعا البيست انت عندك بس مجرد رايت كليك على طول بعمل لك بيست. تمام؟ بعديها بتكتب جيبتر لاب. الآن في الجيبتر لاب هتلاقي هنا في النافيجيشن بين انه النافيجيشن انت عندك للمجلدات الأساسية تبعت المشروع، هيو شايفها؟ شايف؟ تقدر انت يعني تتنقل، يعني الروت دايركتوري انت عندك اللي هو مجلد البروجكت، انت عندك هاي الريدمي واللايسنس النوت بوكس والداتا سيت. انا الداتا سيت تبعتي هنا والنوت بوك بدي احطه هنا، خلينا نفتح نعمل النوت بوك بالاول. تمام؟ فبفتح هنا مجلد النوت بوك، بعمل النوت بوك وبكتب هنا بعمله رينيم ايريس ام ال موديل. تمام؟ الآن أنا بدي أجيب الداتا سيت. الداتا سيت وين مسارها؟ شوف أنا موجود في المسار هذا، إيش بسوي؟ بطلع فوق لمجلد وبعديها بنزل عند الداتا سيت واسم الداتا سيت هيها iris.csv. فبالتالي هنا ببساطة بحكي له فايل نيم بتساوي، يبقى اطلع لي لو سمحت لمجلد أعلى، بعدين روح لي على الداتا سيت. مجرد ما كتبت الداتا وبتعمل تاب لحاله بروح بعمل تاب. بعد الداتا سيت سلاش ايريس بالكابيتال، اشترط بالتاب انه يجيب لك اياها ايريس CSV comma separated values. تمام؟ طيب تاني شغلة بتسوي import pandas as bd. تمام؟ بفتح شو؟ في اختصار بس كنترول انتر ولا كنترول انتر بعمل رن. هذه سبليت سيل ميرج سيل شو جست كان جوجل ات يعني هو بده اختصار لها في الكيبورد. You just can google it. تكتب جوبيتر لاب نيو سيل كيبورد شورت سكيب زائد اي سكيب زائد بي لا هذه للديليت. تمام؟ تنسير سيل اباف سيل بيلو، فانت بتعمل هنا سكيب بي. تمام؟ نعم. الآن أنت عندك، خليك معي يا عبد العزيز، أنت عندك في البي دي دائما شو بنستخدم عادة؟ سيريز
و تمام. بس انا بدي عشان انه انت تشيل كل الربكه عندك الاس بتساوي بي دي دوت سيريز تمام، والسيريز زي ما حكينا انه انت ممكن انه انت تعمل عمود وتقول له 1 2 3. ايش كمان احنا بنحتاج؟ هاي الاس نحتاج الداتا فريم دي اف بتساوي بي دي دوت داتا فريم تمام، وتدي له بيانات بتساوي عبارة عن ديكشنري، بتقول له أنا عندي الكولوم A وهي الفاليو تبعته 1 و2، والكولوم B هاي الفاليو تبعته 5 و6 وهي الدي اف. يبقى أنت عندك في البي دي عادة إيش الشغلات اللي إحنا بنستخدمها لغاية الآن؟ في عندي لسه بي دي دوت كونكات، نعمل concatenation between two data frames. بس لغاية الآن أنت عندك في البي دي شو بتستدعي عادة؟ السيريز وداتا فريم، الكونستراكتورز هدول تمام؟ بعديها بعد ما أنا عملت الدي اف أي دالة من اللي إحنا أخذناها سابقا سواء كانت ديسكرايب أو انفو، أو انفو يمكن ما حكيت لكم مش عنها المرة الماضية، أو إنه تعمل الهيد والتيل وكل هاي الأمور من الداتا فريم نفسه. فبالتالي هنا هي عندك df.info، فالانفو هنا ايش بيجيب لي؟ بيجيب لي انه انا في عندي تو كولومز وايش التايب تبعهم تمام، وانه الداتا الداتا فريم هذا كله ماخذ 160 بايتس في الذاكره. هذه شغله كثير مهمه انه انت تطلع عليها، لانه انت ممكن تكون في عندك بيانات حجمها كثير كبير، بدك تعرف قديش شاغله من الذاكره، لانه يعني انت عندك الذاكره محدوده بتضلها في الكاجل حتى 16 جيجا تمام. وفي عندك الديسكرايب، لاحظ انه كل الدوال هذه تمام من الدي اف من الداتا فريم نفسه، داتا اسم الاوبجكت تبعك تمام. وفي عندك الهيد والتيل وكل هاي الامور تمام. طيب احنا بدنا نحمل الداتا سيت تبعتي، فدائما انه النيمينج كونفنشن مهم جدا. النيمينج كونفنشن انت بدك تتعامل مع الداتا سيت، اسمي ايريس داتا ولا داتا ايريس؟ ايريس داتا. طب لو انت عندك اكثر من داتا بس انت مش فاكر بالضبط، فبتقول هنا داتا ايريس بتساوي بي دي دوت، هاي الشغلة الثالثة اللي حنستخدمها من البي دي مباشرة اللي هي read CSV. كيف؟ أنا بحكي لك هاي الشغلة الثالثة اللي بنستخدمها من البي دي مباشرة. هو في لبس بين ايش الشغلات اللي أنا بعملها من البي دي مباشرة وايش من الأوبجكت نفسه تبع الداتا فريم تمام؟ فهنا ايش بنديله؟ الفايل نيم، أو هذا ممكن احنا نعمل له رينيم iris file name، وهنا بدي له بس خليني اعمل run لهي عشان run all في run all. هنا run هنا في run بتقول له run all cells تمام. شوف جاب قديش، بقول لي 150 في 5 كولومز، 150 في 5 كولومز. ايش بتلاحظ؟ جاب لك اول 5 بعدين نقط 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 وبعديها اخر 5 تمام. هذه طريقة عرضه لما تكون الداتا سيت انت عندك كبيرة جدا، انه بعرض لك بهذا الاسلوب. طيب حكيت انا عندي ايش اسماء الاعمده، هي عرض لي اياهم من هنا، فبالتالي انه ممكن احكي مباشره انه الواي سمول ايش بتساوي؟ داتا ايريس بتساوي عفوا دوت هذا الاتريبيوت، باخده مباشره زي هيك
تمام؟ شوف لي اياه اللي هو نوع الزهرة. احنا في عنا ثلاث انواع في الايرس، ايش هما؟ سيتوثا، فيرسيكالر، فيرجينيكال. تمام؟ طيب الاكس هيها كابيتال، ايش بتساوي؟ ديتا ايرس، وبقول له كل الاعمدة. كيف؟ كلها ما عدا السبيشيز. طيب كيف؟ لا فبدي احط، خلي بالك انت دائما لما تحط اسماء الاعمده بتحط انه زي هيك وجواتها ليست، او خليني اسمي لك هنا اياها، هنا اكس كولومز بتساوي هيها زي هيك. انا عندي هدول كلهم بدي احطهم بين كوتيشن، جميل. في الموضوع بدل ما تضلك تعمل سكرول تروح يمين وشمال، ممكن تعمل كوما انتر على طول، بروح بنزل لك على بداية، شايف وين؟ على بداية الفتحة تبعت الليست. تمام؟ فبالتالي انت بتعرف الليست مالتي لاين انه بتكون ريدابل اكتر وانت بتتعامل معه. صحيح ماشي، هذا انت بدك تتنقل، بس انت حتحفظ النوت بوك. تمام؟ وتكون انه انت عندك تعمل سكرول داون دائما اسهل بانه انت تضلك تعمل سكرول داون، تروح يمين ترجع شمال ترجع سكرول داون، بس هاي الفكره. فبالتالي هنا بقول له الاكس كولومز بهذا الشكل. تاكد من الموضوع. ممتاز. تمام؟ بتلاحظ ان هو لوحده راح عمل اندكس كولوم ايو 0 1 2 3 لغايه ال 150. طيب الخطوه الجايه شو بدي اسوي؟ بدي اعرف ماشين ليرنينج موديل. طبعا تعريف الماشين ليرنينج موديل انت هنا بدي اياك تتعود انه انت دائما ترجع للدوكيومنتيشن. تمام؟ هذه البروبلم عباره عن ريجريشن ولا كلاسيفيكيشن؟ ثري كاتيجوريز. تمام؟ فبالتالي بدي استخدم الدوكيومنتيشن. ثواني بس. دوكيومنتيشن تفتح اسكي ليرن وبتكتب هنا decision 3. في عندي decision 3 classifier، لو انت شلت هاي classifier ايش بجيب لك؟ في عندك decision 3 regressor وclassifier، انا بدي classifier. تمام؟ فطريقة الامبورت تبعه بتروح على طول تحت هنا على example، هيو from sklearn import decision tree classifier sklearn 3 import decision tree classifier. هذه كذلك بدك تتعود عليها، from scikit-learn اسم الباكج هذه sklearn dot 3 import بس اول حرف decision tree classifier. تمام؟ يبقى هذا اسم الكلاس، بعرف منه object decision tree بتساوي
عرفت الكلاس. يبقى هنا بدي اكتب لك هنا ملاحظات هذه عبارة عن markdown وبنقول انه define y وهنا markdown define x وهنا define algorithm. تمام، شو الخطوة اللي بعديها؟ train بين قوسين fit، خلي اكتب لك اياها بين quotation احسن، fit your model. يبقى dt decision tree بتساوي او عفوا دوت فت شو بديله؟ اكس واي. خليني اشغل هاي اول. في عندي خطا. كيف؟ cannot import ايش؟ في خطا في الاسم لما انا عملت اوتو كومبليت وكتبت، فبكتب هنا decision classifier. تمام، هنا هاي الترين، خلص الترين دغري بخلص لانه 150 اكزامبل جاست 150. بعديها الخطوه اللي وراها predict. بدنا نحكي انه predicted بتساوي dt dot predict. شو بديها؟ x. تمام؟ تديهم اياهم كلهم، ممكن اديهم كلهم، بس ممكن انا بدي اديله بس اول خمسه. شوف البريدكتد هاي وشو النتيجه تبعتها. تمام؟ يبقى اول خمسه اكزامبلز انه البريدكشن تبعها سيتوسا 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 سيتوسا. واضح؟ واضح ال سلايد شو اسمه. طيب والواي بدنا نشوف اول خمسه فيهم هل هو فعلا مظبوط زي هيك ولا لا. اول خمسه كلهم سيتوس. تمام، طيب هذا الكلام انا بدي اعيد لك اياه وين؟ على الكاجل، او خليني اعيد لك اياه اول على الكولاب. نعم، كولاب لو انت مش حافظ اليو ار ال كولاب جوجل فبيجيب لك اياه اول لينك. تمام، وحجيب لك طريقه هي بعمل نيو نوت بوك النوت بوك هذا بدي اسميه ايريس ام ال وهنا بدي احكي فروم او امبورت pandas as bd. لاحظ انه انا لسه مش كونكتد للكيرنل تبعي. اول ما اشغل اول سيل كنترول انتر على طول هيو بحاول يعمل لي الوكيت لكيرنل على الكلاود. تمام،
وكل الباكجز انه بري انستول موجوده سواء كانت سايكت او باندا. الان بدي اجيب الداتا سيت. هنا بدي اوري لك طريقه ثانيه لجيابه الداتا سيت. انت في عندك هنا هذه عباره عن الاوتلاين تبعت المارك داون اللي انت بتعملها، وهنا انت عندك المجلدات. ممكن تعمل هنا ابلود، بتنزلها وبترجع بتعمل ابلود، بس هذا الكلام مش عملي لانه انت عندك الداتا سيت مثلا حجمها 2 جيجا، تعملها داونلود وترجع تعملها ابلود ثاني، لا نزلها مباشره على النوت بوك. شوف كيف بدي انزلها مباشره. ف بدي اروح هنا على المستودع، وبتروح على مجلد الداتا سيتس، وبتروح لي على الايريس، تمام، وبتروح لي هنا على الرو. لازم تجيب هذا المسار، مش هذا المسار، لانه هذا المسار عباره عن فيرجن في الجيت هاب، بيجيب الكاش الفايل نفسه كرو فايل. فبتفتح الرو، بفتح لك اياه از رو داتا، هذا المسار اللي انت بتنسخه. وهنا بتقدر تشغل لينكس كوماند اسمها wget، لاحظ حطيت علامه التعجب في الاول، وبدي له هذا المسار. المسار هذا لو في سبيسز بتحطه بين كوتيشنز، تمام. فبعمل كنترول انتر، فهو لحاله بروح بعمل داونلود، وبرجع هنا بلاقي انه موجود خلاص، تمام. بقرا زي اعمل كل الخطوات في وان سيل. داتا ايريس بتساوي bd.read.csv، وبدي له اسم الفايل، الفايل بدون مسارات لانه هو موجود في نفس الليفل اللي انا موجود فيه. وبعديها الواي بتساوي الايريس، داتا ايريس دوت، شو كان اسم العمود؟ سبيشس هيك صح؟ والاكس بتساوي، ممكن اخذ هذا الكلام من هنا اسرع لي، تمام. هيك جهزت الاكس والواي، قرات وجهزت الاكس والواي. بعديها from ascii learn dot tree import decision tree classifier، بعرف object بعديها بعمل train تمام، بعديها بعمل predict وبروح بعرض بريدز بريدكشنز. تمام، وبشوف الواي دوت. هذا الكلام ممكن انت تسويه برضو على الكاجل، عشان اورجي لك كيف تتعامل مع البيانات في اي منصات متعددة. برجع بأكد عليك، المرة الجاية لازم تيجي نزل الوين بايثون عندك لوكالي على الجهاز. هنا على الكاجل بتروح على نوت بوكس،
وبتقول له نيو نوت بوك. هنا بختار انه التايب تبعه نوت بوك كرييت. طبعا هنا بحط لك اسم ديفولت للكيرنل عشان ترجع له فيما بعد، يفضل انه انت تسميه، وتقول هنا ايريس ام ال موديل فيرست موديل. هتلاقي انه هو حاطط لك يعني مجموعه، عمل لك امبورت للباندا لوحده والنمباي لوحده، تمام، وحطت لك هنا المسار تبع الانبوت. المسار تبع الانبوت وينه؟ هيو بتلاقيه هنا، ما فيش محمل عندك. عليكم السلام. الله يعافيك يا رب ان شاء الله. طيب فالان انا عندي هو بعمل لود لهذا الدايركتوري الانبوت، تمام، OS walk، تمام، وهذا هو مجلد الانبوت. مجلد الانبوت هذا فاضي، في شيء مش محمل فيه داتا سيت، تمام، وهذا الاوتبوت. اي شغله انا بتكون ناتجه انا عندي من الموديل او من هذه الكيرنل بتم كتابتها هنا. فقلت انا ايش بدي اسوي؟ بدي احمل الداتا سيت هذه، تمام، او في عندي خيار ثاني بدل ما انه انا احملها، ممكن اسمح للانترنت هي اون، حطيته اون، تمام، واحكي هنا انه wget، خليني اشغل هاي اول عشان يشبك على الكيرنل، يعمل لي اللوكيت. wget لهذا المسار، المسار هذا، تمام، حمل لي اياه. باجي بطلع هنا وين حمل لي اياه، حمل لي اياه. طب بدي اعرف المسار الحالي موجود حاليا، ممكن اعمل بي دبليو دي. انا موجود في الوركينج هنا، هو فعليا هي موجود هنا wget. نعم. تمام. فالآن بروح باخذ هذا المسار أو هذا الفايل، بحكي إنه data iris تساوي pd. ونفس الكلام تبع الكاجل تبع ال تبع الكولاب. ننسخ هاي السيل. بعمل run all، وبيطلع معي نفس النتيجة. فبالتالي هاي انت اشتغلت على كاجل، وانه انت حملت داتا سيت موجودة. ممكن تستخدم داتا سيت من الداتا سيتس اللي موجودة اصلا انت عندك، هيو هنا في الاد، ممكن تعمل سيرش على الداتا سيت انه تم تحميلها سابقا، تمام، بس مجرد انه انت تعمل اد خلاص هو بروح بضيف لك اياها في المسار بشكل مباشر.
تمام. فهاي الشغلات يعني على المنصات الثلاثة يفترض انه عندك زي السلام عليكم انه انت تخلصها. اوكي،